الله أكبر 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 ما صام المؤمن وأفطر الله أكبر ما دعا المسلم وذكر الله أكبر ما حمد الإنسان وشكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تفلت منا رمضان وبدأنا بهذا العيد سنة جديدة مع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ويأمر أصحابه فيقول: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فهيا بنا نبدأ عامنا الجديد وقد بدأناه بالتكبير لله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نبدأ سنة جديدة مع الله، وبداية الطريق مع الله فرحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالفرح وبإدخال السرور والفرح على من حولهم وعلى أهلهم وعلى أنفسهم. بداية الطريق إلى الله فرحة، فإننا نفرح بذكر الله ونفرح بالدنيا ونفرح بالآخرة، نفرح في معية الله سبحانه وتعالى. يظن كثير من الناس أن معية الله ليس فيها فرحة، وهي عين الفرحة. فكن مع الله بقلبك وبعقلك وبروحك بلسانك بذكرك: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هيا بنا نبدأ الطريق مع الله في سنة جديدة بالشكر له سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لأليم. عباد الله، هيا بنا نبدأ مع الله سبحانه وتعالى طريقا فيه الذكر والفكر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويجب عليك
أن تتدبر في كتاب الله المنظور من حولك، وفي كتاب الله المسطور في القرآن الكريم، وكلاهما من عند الله. القرآن صدر أمرا، والأكوان صدرت خلقا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر وأن نقرأ الكتابين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة ثانية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، طريق الله يريد لنا فيه سبحانه وتعالى اليسر، ولا يريد فيه العسر، يريد فيه الفرحة، يريد فيه التفكر، يريد فيه الذكر. فهيا بنا، فإن طريق الله سبحانه وتعالى منير بأنواره، وهو يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. طريق الله سبحانه وتعالى هو الأساس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. مع الذكر والفكر، مع اليسر والفرحة، مع طريق الله سبحانه وتعالى، يمكننا الله سبحانه وتعالى من حل الأزمات ومن تجاوزها. ومن سنة جديدة ندعو الله فيها أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ادعوا ربكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن صيام رمضان معلق بين السماء والأرض حتى تخرج زكاة الفطر، وقال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وإخراج زكاة الفطر يجوز في عصرنا ومصرنا أن يكون بالمال، وهو عند الإمام الشافعي إلى غروب يوم العيد، وعند بعض الأئمة إلى الصلاة. ولذلك من تأخر في دفع الزكاة فعليه أن يبادر إلى دفعها قبل المغرب من يومنا هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفرح في عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس البياض ويلبس الجديد من الثياب، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة، وفي عيد الأضحى يصوم فلا يفطر حتى يعود ليأكل من الأضحية.
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع على كل حال، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فاللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ومن المتقين ومع القوم الصادقين يا أرحم الراحمين. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. حرر أرضنا واغفر ذنبنا واستر علينا في الدنيا والآخرة، ووفقنا إلى ما تحب وترضى، وألف بين قلوبنا. اللهم نسألك لهذا البلد الأمين الطيب كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك له كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن توفقنا إلى ما تحب وترضى، وأن تمكن لنا في الأرض، وأن تعيننا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولك عاقبة الأمر من قبل ومن بعد يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا إنا في حاجة إلى رحمتك ورضاك، ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا، فلا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا أرحم الراحمين انظر إلينا بنظر الرضا، ولا تنظر إلينا بنظر السخط. اللهم يا أرحم الراحمين ثبت حبك وحب نبيك في قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا استجب دعاءنا، اللهم يا ربنا استجب دعاءنا، اللهم يا ربنا استجب دعاءنا، رد علينا قدسنا ردا جميلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. عدي يا باشا، عدي يا باشا، عدي يا باشا، خلص.